نظمت أمانة الشباب المركزية بحزب حماة الوطن مؤتمراً جماهيرياً لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة. هذا وأكد المشاركون في المؤتمر وقوفهم خلف المرشح الرئاسي لاستكمال ما بدأه من إنجازات بكافة المحافظات. كما تم التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية وتشجيع المواطنين للخروج إلى صناديق الاقتراع والتصويت للمرشح الرئاسي. النهارده في مؤتمر أمانة الشباب المركزية معمول بخصوص دعم السيد عبد الفتاح السيسي في الفترة الرئاسية الجديدة، واحنا كل ده في دعم عشان بنكمل الإنجازات اللي تمت وبنكمل مسيرة التنمية اللي تمت في عهد الرئيس خلال 10 سنين اللي فاتوا. أنت النهارده لو بتتكلمي عن اللي حصل في البلد من 10 سنين، احنا كنا في مكان ودلوقتي بقينا في مكان تاني خالص. زي ما بنقول دايما كده، مفيش طوبة على طوبة في البلد إلا وفي بناء وفي تنمية وفي إنجازات وفي تطور في كل شيء، وفي كل مكان في مصر هتلاقي فيه إنجازات. الشباب النهارده بيعيش مرحلة عمره ما عاشها قبل كده. الشباب النهارده في مجلس النواب وفي مساعدين ومساعدينهم وفي الوزارة وفي مساعدينهم وفي المحافظين. فاحنا النهارده عندنا تمكين الشباب خد مساحه كبيره جدا عن اي فتره سابقه، واحنا النهارده جينا لما قلنا النهارده في مؤتمر شباب لدعم فخامه الرئيس اتفاجئنا الصراحه ان في اكتر من 10,000 طلب للانضمام للمؤتمر، وده طبعا دي حاجه فرحتنا، وده اكد لنا كلام فخامه الرئيس انه دايما بيراهن على الشباب وبيراهن على شباب مصر ان هم واعيين وان هم دايما بيبقى صوتهم اعلى من صوت اي حد. فاحنا النهارده ان شاء الله بنقدم رساله لفخامه الرئيس، احنا معاك وجنبك. دايما بنسال السيد الرئيس بدايه من 2014 يونيو 2014 بدايه وجود السيد الرئيس حتى الان، واستكمالا للمشوار والانجازات اللي موجوده في البلد، من اول حياه كريمه، نقل ومواصلات، صحه، تعليم. كل الانجازات دي احنا محتاجين زي ما اقول في شعارنا نكمل المشوار. والمؤتمر النهارده مسانده لسياده الرئيس، وبنقول لهم الشباب حزب حماه الوطن وراك يا سياده الرئيس.